بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السبتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. أهلا بيك في عالم الجيوب الأنفية. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حوار مثير للغاية، وأنا هبدأه دراسة خوفتني. قال لك الشخير من أسباب المهمة للاضطرابات النفسية. ده كلام مهم قوي. يعني الشخير، الناس اللي بتشخر بيحس بقلق دائم، ممكن يؤثر ويؤدي إلى تنامي المشكلات النفسية عنده. وقال لك إنه كمان إنه أثناء النوم الشخير يؤدي إلى مشكلة، وهي أن الشخص نفسه بيتعرض إلى انتقاد، فبيبقى شخصيته تلقائياً فيها حالة من حالات إما العدوانية المستمر نتيجة الانتقاد المستمر اللي بيوجه له، أو الدونية، إحساس إن أنا أقل من الغير، إن أنا فيها عيب. فإذن التقرير ده أو الدراسة دي دراسة مؤلية، شخير واحد من الأسباب التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي. الحقيقة النهاردة موضوع مهم، وحلقة طبعا مثيرة وممتعة مع ضيف العزيز الاسم المتميز الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وصاحب الدكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وطبعا زمالة الجمعية العالمية للشخير والأوروبية للشخير. أهلا بيك يا دكتور هشام. أهلا بيك يا دكتور أيمن. الحقيقة أنا عايز الأول قبل ما أدخل على العمليات والتطور اللي حصل فيها، الشخير ممكن يؤدي إلى مشاكل نفسية؟ أكيد. أكيد. أنت حضرتك مش متخيل لما تجيلي بنت ورافضه الجواز ورافضه اي حد يتقدم لها ورافضه الخطوبه وعندها 28 29 سنه ومشكله حياتها كلها ان هي بتطلع صوت وهي نايمه، وما يصاحب هذا الصوت من ريحه وحشه في البق، غازات في البطن، خنقه وهي نايمه، مخنوقه وهي نايمه. والكلام ده كله اللي بيقوله لها مين؟ اللي بيقوله لها اختها، اللي بيقوله لها مامتها، اللي بيقوله لها زميلتها لو حد مثلا جه قعد معاها شويه ولا حاجه. البنات دي الحقيقه لو حضرتك تقعد وتتكلم معاهم وقد ايه هم بيعانوا اضطرابات نفسيه ورافضين الجواز تماما، الارتباط تماما. تخيل حضرتك واحده جات لي كانت معلقه بدايه خطوبتها وتعرفها على اي حد ان هي تستكمل موضوع الجواز الا بعد تتعالج من موضوع الشخير، لدرجه ان هي بعد ما عملت العمليه قلت لها اخبارك ايه؟ قالت لي انا النهارده اتولدت من جديد وهبتدي حياه جديده ادور فيها على شريك حياتي. ففعلا الحاله ده بتكلم على البنات، انا بتكلم بقى على الزوجات والازواج. انت مش متخيل حضرتك لما زوجي ينام جنب زوجته بتشخر جامد، و او هو بيشخر جامد وراجع تعبان وكسلان وطول النهار في الشغل ومش واخد كفايته من النوم، ونتكلم بصراحه اكتر، مفيش علاقه زوجيه مكتمله بينهم. العلاقه بينهم بتبقى شكلها الحياه بينهم شكلها عامله ازاي؟ مفيش ازعاج طبعا، ازعاج نفسي واضطرابات نفسيه مش بتؤدي بس للطلاق، بتؤدي ان هم ساعات يعيشوا مع بعض بس عشان خاطر الولد ولا البنت اللي مع بعض. كارثه في حالها. الطلاق كارثه وده كارثه، السيبريشن كارثه. بالظبط. خطيره جدا. بالظبط. التطور حصل في عمليات التعامل مع سليب أبنية أو انسداد المجرى الهوائي، أو اللي احنا بنقصد بنقول العرض نفسه كعملية، يعني الشخير. التطور وصل إزاي؟ احنا وصلنا لإيه دلوقتي؟ الحقيقة يعني احنا نقدر نقول الحقيقة، وزي ما بيقولوا كده وبصوت عالي وبقوة، إن احنا واقفين النهاردة في موضوع الشخير
بتكلم على مصر وبتكلم على السنتر، احنا واقفين على الارض صلبه جدا الحمد لله. من ناحيه الاجهزه احنا عندنا احدث اجهزه في العالم كوبليشن، ما فيش حاجه احدث من كده. ويمكن حضرتك انت لو شفت الاله اللي انا جايبها ديا، دي آلة قديمة، دي آلة قديمة جدا، دي أول آلة لاستئصال اللوز في إيه؟ في مجال الطب. كنا بنحط اللوزة حضرتك هنا كده في الجزء ده كده وبنزقها كده وهي حادة جدا من قدام، فاللوزة بتتقطع. الآلة دي بتتقطع شبه جليتين، شبه الناس بقى اللي بتشرب سيجار، لا اللي بيشربوا سيجار عندهم حاجه زي كده بيستخدموها لقطع السيجار بالظبط. فتخيل حضرتك التطور من آلة زي دي بتروح قصة اللوزه بطريقه عشوائيه وما ينتج عنها من نزيف ومشاكل والتهابات ويفضل ينزف وممكن يموت، الى النهارده كوبليشن النهارده يعني من احدث ما وصل اليه التقدم في التكنولوجيا في العالم، اللي هو بنستخدم الطاقه في وجود المية لاستئصال اللوز والعمل عمليات الشخير. برضو عايز أروح لحتة تانية مهمة قوي، منطقة المريض ده، منطقة مريض اللي هيكون معانا كمان شوية اللي هو يعقوب محمد إسحاق، سنه مش صغير، سنه حاجة وسبعين سنة، 76 سنة، ده سن كبير قوي. طب ما ده ما يقلقش. انت عارف حضرتك ان عينين الشخير عندي الرينج بتاع السن بتاعهم كام؟ ستينات. فانا بابا يعقوب زي ما بيسموه في السعوديه، هو راجل كاتب يعني اطفال شهير جدا، عنده 77 سنه. لا راح المانيا قالوا له لازم تركب السيباب الجهاز، اشتراه ورماه بعد ساعه، قال لنا صعب حكايه النوم، صعب ما بقدرش استحمل. بس ممكن طبعا يكون في احتياجات له في حالات معينه، لكن انا بتكلم على حل بقى بالظبط كده. ف 77 سنة ويقدم على ان احنا نعمل له عملية شخير، واضح ان هو تعبان، واضح ان هو راجل بالمنتاليتي دي مش هيجي يعمل عملية الا لما يكون قاري وسامع وشايف والى حد ما مطمئن. الحقيقة بابا يعقوب من الشخصيات الحقيقة اللي تحس فيها بان الحياة مهمة، عايز يعيش عيشة هادية، بيشخر بالليل، عنده مشاكل في التنفس، مش مرتاح. جاء كشفنا عليه الحقيقة وشفت لقينا عنده لوز متضخمة جدا، سقف حلق برضو ولها، عنده عضلات الحلق هي الحقيقة في السن الكبير اللي هو السبعينات ده بتبقى مرتخية جدا جدا جدا. وعلى فكرة اللوز احنا بنشيل اللوز مش بس عشان اللوز متضخمه قد كده ولوز كبيره، بالعكس انا بشيل اللوز لو صغيره جدا لكن مترهله. الترهل والارتخاء في اللوز هو ده اللي بيسد مجرى التنفس. فالحقيقه عملنا له العمليه، واحب قوي ان احنا نشوفه بعد العمليه وقد ايه هو مستمتع بان هو عمل العمليه. والراجل بيقول لك انا سعيد، انا اكبر واحد في العالم عملت عمليه لوز. فتخيل مدى سعادته كمان ان هو بيقول لك انا دخلت موسوعه جينيس لاكبر واحد في الدنيا عمل عمليه لوز وعمليه شخير. احنا هنستمتع دلوقتي طبعا اخ العزيز الاستاذ يعقوب محمد اسحاق. يعني برضو شيء جميل ان الاخوه العرب يجوا مصر يعملوا النوعيه دي من العمليات او اي نوع من العمليات، شيء يسعدني جدا السياحه العلاجيه في مصر. الحقيقه طبعا يعني انا مش عايز اقول لك شخصيات مهمه جدا بدون ذكر اسماء ورفضت طبعا ان هي حتى تتصور ولا حاجه، لكن بيجوا لي من دول الخليج كتير جدا وبيعملوا عمليات ويروحوا مبسوطين جدا جدا جدا. وده برجع اقول مره تاني ان الطبيب المصري الحقيقه بصفه عامه سمعته يعني داخليا وخارجيا وعالميا في اي مكان بيشرفنا الحقيقه تقدير للاخوه العرب لينا كاطباء، الاطباء المصريين على فكره تقدير كبير جدا جدا. يعني في دول عندها الطبيب المصري، في دول عندها الطبيب المصري ده رقم واحد في العالم. دي حقيقة. اليمن عندهم الاعتقاد كثير جدا من الاخوه، في الامارات عندهم يمكن الامارات يعني تم غزوها بشكل او باخر بوجود اطباء اجانب كتير هناك
لكن الطبيب المصري هو المسيطر وفي البرانشات القوية هو يعني في البرانشات اللي فيها بقى فنيات وبتاع لا مصري مصري حاجة تانية حقيقة حقيقة الواحد بيسعد جدا ان الناس بتيجي ابريشيتنج جدا لينا جايين سايبين دكاترة انجليز ودكاترة المان جوه من اكبر مؤسسات صحية عندهم وبيجوا عشان يعني بيختاروا احنا نتعالج فين ونعمل ايه بثقة وبراحة ونحمد ربنا الحقيقة الفضل اولا واخيرا لله ان احنا بنكون برضو عند حسن ظنهم وبنضيف يعني كل يوم يعني اكثر واكثر ان احنا الحمد لله على هذا المستوى. انت بتنورنا وبتشرفنا وهننتقل عندك في السنتر عشان نلتقي بالاستاذ يعقوب محمد اسحاق ونستمتع في الجزء الثاني من هذا اللقاء الممتع بحوار مهم مع واحد من الناس المهمه جدا في عالم الكتابه في السعوديه وايضا بيعاني من برضه صعوبات اثناء النوم والسن مش صغير 76 سنه ربنا يديك الصحه والعمر وطبعا دي شيء رائع جدا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم نورتنا وشرفتنا. اهلا بك يا دكتور ايمن. خليكم بقى مع الاستاذ يعقوب عشان تستمتعوا بتسمعوا منه ازاي كانت معاناته. خليكم معانا. يعقوب محمد إسحاق ومقيم في جدة. أنا جيت مصر هذه المرة للعلاج لأكثر من مشكلة صحية. دخلت على الإنترنت وطلبت حلقات برنامج الناس الحلوة للدكتور أيمن رشواني. فمن المشاكل اللي كنت أنوي أعالجها مشكلة عندي ألم في ظهري اسمه فيبرومايلجا وألم في عضلات الظهر وتوصلت إلى الدكتور المناسب لعلاجه عن طريق الإنترنت. بعدين لمعالجة مشاكل صحية أخرى دخلت على حلقات برنامج الناس الحلوة وأنا بتفرج على حلقات البرنامج استوقفتني الحلقة عن علاج الشخير بالكوبليشن وجلست أتفرج على الحلقة كاملة من ألفها إلى يائها. الشخير كان بيضايقني كثير لأنني أحس في لما أجي أقوم من النوم إن فمي ناشف ويخليني أقوم من النوم كل ساعة ولا كل ساعتين وكمان صوت الشخير عالي جدا بيوصل للغرف المجاورة بيزعج زوجتي بيزعج الناس اللي بيشتغلوا في البيت. كان شيء يعني مضايق المزعج لكل الأطراف اللي موجودة معايا في البيت. عملت محاولة قبل حوالي 30 سنة في ألمانيا دخلت مصحة أو معمل نمت في ليلة لبسوني طاقية لفحص وفيها مليانة أسلاك لفحص حالتي أثناء النوم وقرروا أنه ما في علاج لحالتي في ذلك الوقت إلا عن طريق جهاز يضخ الهواء لأنفي واشتريته في ذلك الوقت قبل حوالي 30 سنة اشتريته وجبته جدة وحاولت استعمله لقيته غير عملي يعني للأسف ما حاولت لأنه ما كان في أخبار لا محلية ولا عالمية عن علاج جديد للشخير. في الحقيقة لأني شفت حلقة الدكتور هشام في الناس الحلوة كاملة ما ترددت وأقدمت بكل يعني شجاعة رغم أني أنا عمري حوالي 76 سنة 77 سنة. في الحقيقة لما كنت مع الدكتور وعمل لي الفحوصات اللازمة اللي هي عبارة عن فحص مجرى الهواء مجرى الأنف
وجدوا سليم، وبعدين عمل الفحوصات الثانية للحلق من الداخل ووجد انه في يعني ترهل في الأعضاء الداخلية هي التي تحول دون مرور الهواء بسلاسة أو بسهولة، وأنه لازم إذا كنت أنا مقرر أنه أنا أتعالج أنه دي تصير عن طريق عملية اسمها كوبليشن. اليوم هو اليوم السابع أو الثامن للعملية، الثامن لليوم الثامن، والحمد لله أحس بتطور. النوم صار فتراته أطول، كان زمان أنام لمدة ساعة ثم أستيقظ عشان أروح الحمام، الآن لا، صار كل ساعتين، والألم موجود حتى الآن لكنه خفيف. أنا عمري 77 سنة، طبعاً العملية صار فيها إزالة لواز، صار توسيع المجرى الهوائي بحيث انه يعني كل شيء يصير طبيعي، والحمد لله. وكمان هذا السن، في هذا السن انا لما عملت العمليه يمكن ادخل موسوعه جينيس واصير اول واحد كبير في هذا السن يعمل العمليه بدون خوف. اليوم انا ركبت تاكسي لمسافة طويلة جدا، فأثناء المسافة نمت، فلما وصلت المكان المطلوب قال لي سواق التاكسي ترى أنت كنت في طوال هذه المدة أنت نايم. قلت له طيب هل أنا شخرت؟ قال لي لا. قلت له طيب شكرا لك على المعلومة دي. متى نعتبر أن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده أول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة. إحنا بنقول إن إحنا الشخص ده غير قادر على بداية أو استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني أو الزوجة في أكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية، مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فرفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل.